هي الحكاية ده، انت البداية وانت النهاية. لا لعبه، ولكن كان فيها هنهنة هنهنبه. هناك كان يلعبه، هنا هنهنبه. ايضا سوى اغنية اللي هي اغنية ثانية اللي هي اغنية ملفت الانظار. هنا لا هنهن ولا لعلع، هنا دندنبه. فهو عبد الله يجيد الهنهنة والدندنة واللعلع. فأنا سويت مع الأغنية هذه، ولكن أنا ضد مبدأ الدويتو. يمكن مع عبد الله عملت فقرة صغيرة في بداية الأغنية، وبعدين هو كمل يعني. يا ناسين الحبايب بالقسوة. الله. بعدين هو يا ناسين هو كمل بعدين. ها. بس أنا ما أحب الدويتو يا أغاني. ليه؟ ألبوم أنا أحب الدويتو لأنه شوي المقامات كثيرة، مقامات الموسيقية. في اليقة، في الدقة، في السقة، في الشارقة والبنجقة. كثير في مقامات كثيرة. قصدك دقة وسيكة و إيه دقة وسيكة وهذا ودقة وسيكة و خذ دقة يعني مثل ما قلت لك. لكن يعني أنا ممكن لما أغني لوحدي. نعم. أغني لوحدي ممكن أعمل لك مقامات كثيرة يعني. على سبيل المثال لما سويت أغنية للفنان المبدع إبراهيم قمعة، سويت أغنية يا ليواد مجروح. نعم. كنت أقول فيها يا ليواد مجروح. شوفي دويتو. إيه. أول مرة غير صوت يعني، أنا بعمل لنفسي دويتو، وبعض الأحيان بغير صوت تربتو، بعدين فرفتو، خمس وتو، على كيفي. ما شاء الله يعني دويتوك منك. أنا دويتوي منه يعني. أبو الأفايل ما شاء الله، إحنا دائما عم نشوفك مفعم بالحيوية والنشاط. أنا ما بدي أحسدك، بس بدي أسألك قديش عمرك؟ مفعم بالحيوية والنشاط، إيش صابون أنا؟ يعني تقدري تقولي عمري 20 سنة. معقولة؟ سني بروحي لا بعد السنين، فالروح ثابتة على الـ20. السماء الصدق. أحسنت يا أبو الأفايل. طيب بتلنا عن آخر أعمالك؟ آخر أعمالي مفاجأة للجمهور الكريم إن شاء الله. عن قريب راح ينزل ألبوم جديد للفنان. تعاوننا كثير مع الفنانين العرب، تعاون شوي مع الفنانين الأجانب. الأجانب مثل مين مثلا؟ يعني فنان في ألبوم كامل راح ينزل للفنان ريكي مارتن بالحضرمي. ريكي مارتن ما غيره بده يغني بالحضرمي؟ ايه بغني بالحضرمي، وفي اغاني طبعا كثير الوان ثانيه يعني، مثلا يقول يود قال لديقة راح يسويها ايضا ريكي مارتن. و 1 2 3 لا هاي كله بالحضرمي يقولها. نعم. راح نلبسه الجنبيه وراح يسوي جو حلو. مفاجاه للجمهور. مفاجاه للجمهور. نعم. طيب في ظل وجود الفضائيات يا أبو أصايل والساتلايت والدش وكل هالكلام هيدا، هل تعتقد أنه انتشار الغنية صار أسهل؟ إيه شوفي أنا محاسب بالذنب أنه أنت ضيفة عندنا ولغاية الآن ما ضيفناك شيء. خلي سؤالك شوية بس نضيفك شوية. ها؟ تفضل. طيب أنا عم شوف يعني ما شاء الله في كتير أشياء هون، بريق ودلة وما بعرف شو هدول. شوفي هذا في شاي. أيوة. وهذه قهوة. نعم. وهذا ينسون. ينسون للشرب؟ لا هذا في شاي، هذا ايه؟ في قهوة. ايه؟ هذا ينسون يحطون في شيء، ما يحطون في شيء، يحطوه خالي كذا كل يوم. ايه عم ينسوا يحطوا في شيء. ايه عم ينسوا يحطوا. نعم. ايه. عم ينسوا. الله فكرتيني بنقوى كرم، عم يرجف قلبي يا أمي. في شريط حضرمي كمان، في شريط حضرمي كمان لنقوى كرم. نعم. راح نسيله، واذا تحتاجي ممكن نسيل ليلك. ليلي؟ ليلك ايه. ماني فاهمة شيء. شكرا ميرسي على الذوق والكرم. بنيور شو ها؟ انت كلمتيني بالفرنساوي. ايه بالفرنساوي. قلتي مرسي، انا رديت عليك وقلت لك بنيور. عموما شوفي يعني الكرم لله الحمد في المنطقه عندنا
منذ قديم القدم. يعني عندنا جماعة الله الحمد يعني الدنيا عندنا بخير، كلنا يساعد الثاني، واحد يحتاج شيء با خباز يساعد، با نقار، با نقار يساعد، با عباد، با يعني يساعدوا جماعة يساعدوا بعض. الله الحمد الكل يحب بعضه، الكل يحب الحمد لله. بس عندنا واحد بالحي هذا طالع بدلية بدلية لما تلعب الورق كذا لما تطلع يباون. افتكرت مثل هذوليك با خشب وبا مدري مين. لا لا هو لما تطلع يباون هذا با عيون، لما تطلع يباون. أيوة. شو عندك كله حاسات؟ هذا ابو ثنتين السبيت بينهم، يعني تحسي غلط، هو غلط دائما بالعزايم يجي يقعد ياكل. أيه. اي شيء، اي مناسبه، احتفالات، اي شيء يقعد ياكل. وانما قلنا له طيب انت اعزم الناس مره واحده، عزمنا ولو مره. نعم. قال خلاص يا شباب العزيمه الجايه، لغايه اليوم احنا مستنين العزيمه. لغايه الان ما في شيء. أيه. فانا هذا كتبت له شويه شعر وشويه كلمات، عملت له اغنيه بهالمناسبه، ما ادري تحبوا تشوفوها؟ يا ريت يا ريت نشوفها ونسمعها اذا المخرج عنده اياها. امتى انا اشوفك يا ملون ظروفه، متى متى قل لي بتعشي ضيوفه. امتى انا اشوفك يا ملون ظروفه، متى متى قل لي بتعشي ضيوفك. دارت من الدنيا هو عجز خروفك، قل لي متى قل لي جوعت المساكين. دارت من الدنيا هو عجز خروفك، قل لي متى قل لي جوعت المساكين. انا اشوفك يا ملون ظروفك، البخل والحيلة من أفضل عيوبك، لو تقفل أبوابك بوقوها أصحابك، بكرة بتقي نادم تتعشى على حسابك. يا لابس الهبة وثوب ما هو ثوبك، بكرة تضج دارك من صوت المصاري، والدور والدور ما تلقى أحبابك، وإن جيتهم جايع تلقاهم متعشين. متى أنا أشوفك يا ملون ظروفك، ظروفك مو ظروفك، متى متى قول لي متعشي ضيوفك، مو ضيوفك. دارت بنى الدنيا وعجز خروفك، متى قول لي جوعت المساكين، جوعت المساكين. حلوة الغنية. طيب نسيت أسألك يا أبو الأصايل عن أحب أغانيك لنفسك، ويا ريت تغني هلا لنا. لا ما أغني أنا، الله يخليك. يا الموضوع هذا أنا قبل اللقاء قلت لك أنا ما أغني، الله يخليك. يعني ما لا 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 معلش كرمالي هلا. لا كمال المشاهدين. لا شوفي يعني أنا من النوع اللي ما أعزف، لأنه أنا عازف عن العزف. مرة من المرات كان عندي لقاء مع مذيع القديرة. مين الشراح، كنت رايح اعمل معاها مقابله وياي. نعم. وانا ماشي بطريق كان عودي معاي، فرجلي لفت وحسيت بألم فظيع، ما قدرت اعزف. هالكلام هذا قبل وين؟ قبل تقريبا ما يقارب ال 20 سنه، لغايه الان ما اقدر اعزف لانه رجلي فعلا الم فظيع. طيب هلا معلش كرمال المشاهدين يا ابو الاصايل، انا قلت لك انا عازف عن العزف. طيب هيك من غير عزف بس بتدندن لنا الغنيه. فلاتي فلاتي قول في الاغنيه، يقول انني فضلت، انني فضلت غيره عليه وغيره معي يطلع قماء. لاحظي قماء وليست كما، في ناس يغنوا يقول لك كما، لا قماء.
ونفحوا كثرة ظنونا فما زالوا سيد المضالي. الله 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 الله، شو حلوة بتجنن. طب الله يخليك يا أبو الأصايل، كمان غنية تانية. إيش حلوة مسقطية هي. خلاص مرة واحدة الله يخليك. شوفي أنا قلت لك بالأول لا تحرقونا في الغناء. ما حرقتك أنا. لا ما تحرقيني بالفحم، تحرقيني بالكلام. إيه إحراج. طب على ذكر الإحراج، إلا شي موقف محرج مر عليك؟ موقف محرج؟ شوفي مو موقف محرج بقدر ما هو كان موقف محرج وطريف، وكل تجمع كل العواطف الإنسانية داخل الموقف هذا. طيب بنسمع. أذكر مرة من المرات قديم القدم كان معايا الصديق العزيز الفنان صالح عبيدون. نعم. ذهبنا لمشاهدة فيلم هندي. فيلم هندي شو اسمه هيدا؟ اسمه منال بني. شو؟ منال بني. عفوا ما فهمت، ممكن توضح أكثر؟ باللغة العربية من أجل أبنائي. ايه هيك انا هلا فهمت. ايه الفيلم شو صار؟ كان الفيلم حزين، كان كله بكاء. يعني طول الفيلم كله حزن وبكاء، ما تلاحظي ولا لقطة الواحد ممكن يعمل كذا. ايه فيلم هندي ما يعني كله بكاء، بكاء في بكاء. المهم حتى الممثل كان يده انقطعت وشال الصخرة على كذا. ايه يا لطيف. فيلم حزين. يضيع لحال الاطفال الصغار يضيعوا، صالح عبيدون يبكي بكاء مرير، حاطط يعني راسه على كتفي هنا ويبكي بكاء مرير. نحس ماي تحتنا واحنا جالسين، نحس ماي تحت. طالع صالح عبيدون ايش الحكايه؟ طالع الناس اللي ورانا ولا الا لاحظنا الدموع انهار تقري. بتاع فيلم كان مبكي، كان فيلم حزين. وانا سكت صالح، قلت صالح حبيبي اذا تشتي نطلع من السينما نطلع من السينما، ما نكمل الفيلم يعني. الفيلم خلاص اذا انت تشتي. قال لي لا 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 نكمل الفيلم. وانا اشرح له صالح من زود الانفعال حطيت اصبعي هنا فحشت عيني فقدت. أيوة. معانا اغنيه انا سبب نفسي بنفسي، حطيت صبعي وسط عيني. يا عيني عليك. جلسنا طلعنا العود بالسينما قعدنا نلحن اغنيه انا سبب نفسي بنفسي، قعدنا نلحنها. واحنا نلحن الاغنيه بس هنا الناس تجمعوا علينا كلهم نسوا الفيلم، كلهم مسح دموعه وجلسوا يطالعونا. الفيلم الابطال بالفيلم تضايقوا. طلع البطل من السينما. شو؟ بطل طلع من السينما. بطل طلع من السينما؟ قال حتى كان اذكر الفيلم اسود ابيض، البطل نزل اسود ابيض. شو هالصواريخ هاي لله. ايه. المهم اجا وقال الله يخليكم لو سمحتوا ما نشتي فوضى، بلاش الفوضى، يعني الناس قاعدين يشوفونا احنا ولا يشوفوكم انتم. رقان خبوا عودكم ولحنوا في البيت. نعم. قلنا لهم لا احنا نلحن وانتم كيفكم. عملوا استفتاء، سووا استفتاء، فزنا احنا. الممثلين راحوا السينما في الشاشه واحنا صعدنا، وكانت هذه اغنيه انا سبب نفسي بنفسي، حطيت صبعي وسط عيني، اول اغنيه تغنى على شاشه السينما.